نحييكم من صوت لبنان، نشرة أخبار الخامسة والربع، مع تحيات ريتا أسعد، ميشيل الصيفي وشادي عقاد. البداية أولا مع العناوين. عشية استشارات بعبدة، الخطيب تنحى من دار الفتوى وزار الحريري. نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية، تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة. هيئة تنسيق الثورة ترفض مهزلة التأليف والتكليف. رفض نهج السلطة الحاكمة في التعدي على الدستور قد أضيف ترشيح دار الفتوى للرئيس سعد الحريري المرفوض من الثورة. لا موعد محددا لاجتماع كتلة المستقبل، والديمقراطي يحدد موقفه الليلة. وقفة احتجاجية في محيط مجلس النواب بعد اعتداء شرطة المجلس على محتجين. الراعي للمسؤولين. لا تهملوا الحراك المدني وثورة الشباب الذين يريدون حكومة نظيفة لم يتلوث وزراؤها بالفساد. المطران عودي، البلد يحكم من شخص تعرفونه وجماعة تحتمي بالسلاح. والشيخ قبلان يرد، هذا الشخص وتلك الفئة قاوموا وعينهم على لبنان. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. لبنان ينتفض. سمير الخطيب اسم جديد أضيف إلى لائحة الأسماء التي أحرقت في الطريق نحو تكليف رئيس للحكومة العتيدة. سقط سمير الخطيب في امتحان الدخول إلى نادي رؤساء الحكومات على مسافة ساعات قليلة من موعد الاستشارات الملزمة في قصر بعبدة. سقط، أو بالأحرى أسقط، بضربة الغطاء السني القاضية بعدما منحت دار الفتوى هذا الغطاء للرئيس سعد الحريري. والسؤال الذي يطرح، إذا كان الثنائي الشيعي يرتاح لترشيح الحريري منذ الأساس، فكيف ستتعاطى بعبدة مع التكليف السني الجديد؟ الرد الأول على ترشيح الحريري جاء من هيئة تنسيق الثورة التي رفضت ما اعتبرته مهزلة التكليف والتأليف، مؤكدة رفضها ترشيح الحريري، ومسجلة في الوقت نفسه اعتراضا علنيا على دعوات الثوار للإضراب العام والإقفال غدا. إذن عشية موعد الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدة، خرج المهندس سمير الخطيب عن صمته ليعلن بعد اجتماع دام نحو ساعة مع المفتي عبد اللطيف دريان تنحيه عن مهمة تشكيل الحكومة المقبلة لمصلحة الرئيس سعد الحريري. صاحب السماحة هو من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض بلبنان ويدعم دوره العربي والدولي الذي يصب في هذا الإطار. وعلمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية، تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة. وبناء عليه سأتوجه إلى بيت الوسط للاجتماع مع دولة الرئيس سعد الحريري لإبلاغه بالأمر، لأنه هو من سماني لتشكيل حكومة جديدة، وأنا له شاكرا على هذه الثقة الغالية بالنسبة لي. الخطيب توجه من دار الفتوى إلى بيت الوسط، حيث اجتمع إلى الرئيس سعد الحريري، وخرج منذ بعض الوقت ليرد على الحملة الجائرة التي تعرض لها من بعض المغردين، وقال:
أعلن بكل راحة ضمير اعتذاري عن إكمال المشوار الذي رشحت إليه، سائلا الله عز وجل أن يحمي لبنان من كل شر وأن ينير ضمائر وعقول اللبنانيين والقيادات السياسية لتجاوز الأزمة وبلوغ شاطئ الأمان. الشكر للرئيس سعد الحريري الذي غامرني بمحبته وثقته والذي سيبقى بالنسبة لي قدوة في الوفاء والوطنية والقيادة الحكيمة. ومع إعلان الخطيب انسحابه نظمت في بلدة مزبوط مسقط رأسه وقفة تضامنية. ومع انسحاب الخطيب اتجهت الأنظار إلى بيت الوسط وتحديدا إلى موقف الرئيس سعد الحريري وكتلة المستقبل التي لم يحدد بعد موعد لاجتماعها. وبينما تجتمع كتلة اللقاء الديمقراطي عند السادسة لتحديد موقفها، أرجأت كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي حسم قرارها إلى الغد. موقف الخطيب أعاد خلط الأوراق تاركا مصير الاستشارات المحددة غدا في مهب التكهنات. فهل مع انسحاب الخطيب سيلجأ قصر بعبدة إلى تأجيل الاستشارات أم سيبقي على موعدها القائم؟ حتى ساعات ما بعد الظهر كانت التحضيرات في قصر بعبدة تجري على أساس أن الاستشارات النيابية قائمة بموعدها، فيما اتخذت الإجراءات الأمنية لتأمين فتح الطرق. الرد الأول على تسمية الحريري لرئاسة الحكومة من قبل دار الفتوى جاء من هيئة تنسيق الثورة التي عقدت مؤتمرا صحفيا رفضت فيه ما وصفته مهزلة السلطة في التكليف والتأليف، معلنة أيضا عدم تأييدها أبدا قطع الطرق غدا. ومما جاء في البيان الذي تلاه محمد سبيتي: رفض نهج السلطة الحاكمة في التعدي على الدستور ومخالفته وآخر ارتكاباتها مهزلة التكليف والتأليف قبل الاستشارات النيابية الملزمة، وقد أضيف إليها الآن ترشيح دار الفتوى للرئيس سعد الحريري المرفوض من الثورة، رفض تسمية رئيس الحكومة من داخل منظومة الفساد والإصرار على تشكيل حكومة إنقاذ انتقالية شرط أن تكون برئيسها وبكامل أعضائها من المشهود لهم بالوطنية والنزاهة. وفي تحركات الثوار وقفة احتجاجية بدأت قبل قليل في محيط مجلس النواب، والتفاصيل مباشرة مع مجدولين عيد. نعم ريتا، إذن سأبدأ من حيث انتهى هذا النهار. في هذه اللحظات ينفذ عدد كبير من الثوار هنا أمام أحد مداخل المجلس النيابي وقفة احتجاجية، ليست الأولى بالطبع هنا في هذا المكان، ربما لإيصال الصوت إلى تحت قبة البرلمان. مدام ليش عم تنفذوا هالوقف اليوم؟ نحن واقفين اليوم قدام المجلس النيابي حتى نأكد مجددا على مطالب الثوار يلي بعدها لليوم المطالبة بحكومة أخصائيين مستقلين، وبالتالي أول شيء عم نطالب فيه بهالحكومة الجديدة يكون استقلالية القضاء من أجل استرداد الأموال المنهوبة، تعديل قانون الانتخابات من أجل الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة أقصاها 6 شهور. نحن اليوم طالبنا أنه نغيرهم كلهم، وبالتالي كل مين بوافق على مطالب الثوار لازم ينضم لألنا، ينضم للثورة. خطوة تراجع الخطيب ريحتكم؟ أساساً نحن ما شفنا أنه هيدي المسألة تمت بطريقة مخالفة للدستور. نحن نرجع من حس رئيس الجمهورية ومن طالبه اليوم بتطبيق الدستور. ممنوع أبداً يصير في تشكيل ويصير في تدخل بهالأسامي قبل ما يكون في استشارات، يعني أمر عجيب فعلاً. هو مؤتمن على الدستور مطالب اليوم بالتطبيق. مدام شو رأيك بهالوقف الاحتجاجية؟ يبدو أنه ما بدون يحكوا السيدات هون، إذا رح اكتفي بهيدا القدر. بدي أشير إلى أنه الطريق المؤدي من مبنى جريدة النهار باتجاه أسواق بيروت وبالطبع شارع المصارف كلها هون مقفلة، أقفلت هون
من ازدياد عدد الثوار يلي ازداد بشكل لافت مع انه بدأ منذ اقل من ساعة، وهو كان بدأ بوقفة احتجاجية قدام البلدية ورجعوا الثوار وجمعوا وهن متواجدين وسط اجراءات امنية بالطبع قدام احد المداخل المؤدية للمجلس النيابي. ريتا بالطبع بدي ارجع لإليك حتى نستمع لروبورتاج تقرير عن حصيلة ما حصل هيدا النهار من تحركات للثوار وبالطبع تحركاتهم مستمرة لحد الليل. إذا قبل أن نستمع إلى تقرير الزميلة مجدلين عيد والذي أعدته حول تحركات الثوار قبل ظهر اليوم، لابد من التوقف عند الموقف الذي أطلقه البطريرك الماروني الكاردينال بشار الراعي، والذي توجه في عدد قداس الأحد إلى السياسيين محددا مواصفات الحكومة المقبلة. لا تهملوا الحراك المدني وثورة الشباب الذين يريدون بناء لبنان الحضاري الجديد. لا يوجد قوة أقوى من الشعب، فلا تهملوه ولا تخيبوا آماله لئلا يعود إلى قطع الطرقات، فتكونون أنتم لا الشعب المسؤولين عن خراب لبنان أمام المجتمع الدولي. الحراك المدني يطلب حكومة نظيفة لم يتلوث وزراؤها بالفساد وسرقة مال الدولة، حكومة قادرة على تحقيق النهوض الاقتصادي والمالي والمعيشي، حكومة تعيد إلى خزينة الدولة مالها المنهوب الذي هو مال الشعب، حكومة توقف التدخل السياسي في الإدارة والقضاء. بطريرك انطاقيا وسائر المشرق لروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازيجي دعا بدوره إلى الاستجابة لمطالب الحراك وتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب. مطران بيروت للروم الأرثوذكس اليسعودي انتقد بعنف السلطة السياسية الفاسدة والمفلسة، وقال في خلال ترأسه قداسا في ذكرى استشهاد جبران تويني ورفيقيه إن السلطة محكومة بالإعدام واقتربت ولادة لبنان الجديد. اليوم هذا البلد يحكم من شخص كنتم تعرفوه وما حدا بيفتح تمه، ويحكم من جماعة تحكمون بالسلاح. أين الثقافة؟ أين العلم؟ أين مستوى اللبناني الذي نفتخر به؟ أين هو؟ شخص لا نعرف ماذا يعرف ويحكم بنا، يرجع إليه ولا يرجع إلى الأعلى منه. ألا تسمعون ما يطالبون به أبناؤنا في الطرقات اليوم؟ يطالبون بأن يلتفت المسؤولون إلى مطالبهم المحقة ويسألون بلطف وبجمال وببسمة، لكن كلامهم المحق نجده يواجه بالطعام أحيانا وبالعنف وإراقة الدماء أحيانا أخرى، وإننا على يقين بأن السلطة محكومة بالإعدام، أما الشعب فلن يكتب له ولوطنه إلا القيامة والانتصار بالمحبة والصبر. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رد على كلام المطران عودة فقال إن لبنان يمر بأدق مراحل تاريخه الحديث، وليس مسموحا لأحد أن يزيد النار تسعيرا سواء كان مطرانا أو شيخا، بل الواجب الديني والأخلاقي يفرض عليه أن يساهم في إطفائها. وأضاف المفتي قبلان متوجها إلى المطران عودة: هذا الشخص وتلك الفئة حررت وقاومت وحمت وصانت وأعادت الحرية والسيادة والاستقلال لبلد كان محتلا ودولة كانت بين أنياب إبليس، حررت ولم تحكم، قاومت وعينها على لبنان وليس على كراسيه، فاتقوا الله بما تقولون. راعي أبرشية صيدا ودير الأمر للروم الكاثوليك المطران إلي حداد ناشد المجتمع الدولي إنقاذ لبنان إذ كفانا حروب الآخرين على أرضنا، مشددا على ضرورة حماية التحركات البريئة في الشارع. الكنيسة هي من الشعب، تقف إلى جانب أبنائه لتطالب بالعيش الكريم وتضع مؤسساتها
التربوية والإنسانية لخدمة هذه القضية. تعالوا نتحاور مع الحكومة العتيدة التي نطلب بتأليفها بأسرع وقت ممكن، إذ تنتظرها ملفات كبيرة وصعبة. إذا نطلب حكومة بإمكانها أن تعمل وألا تولد مشلولة. في الشارع التحركات والاعتصامات استمرت في اليوم 54 للثورة، وتأكيداً على أن الشعب هو الكتلة الأكبر، جرى موكب الاستشارات في المناطق اللبنانية رفضاً لمنطق الحكومات المعلبة، ومؤكداً على أحقية الشارع في تسمية رئيس الحكومة العتيد. تقرير مجدولين عيد. استباقاً للاستشارات المقررة يوم غد، كثف الثوار من تحركاتهم، واللافت أنهم نجحوا في تخطي الحواجز ودخلوا إلى ساحة كاتدرائية القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس كممر للوصول إلى البرلمان من أجل توجيه رسالة إلى مجلس النواب، إلا أن شرطة المجلس أخرجتهم بالقوة بعدما صادرت هواتف خلوية لبعض الوقت. خلينا نوجه رسالة من درج الكنيسة من عند حدود ساحة النجمة، لأنه هيدي ساحة الشعب وهذا البرلمان تبع الشعب، مش أكتر بشكل سلمي. قمنا وقفنا على الدرج، اجوا لينا جيش قالوا لنا ممنوع تفوتوا لجوا وممنوع تغلطوا، قلنا نحن مش رح نغلط ابدا، نحن ناس سلميين مسقفين كلنا سوا اساتذه وطلاب عم نتفاوض نحن وياهم. وفجاه بلش القتل، خبيط على الراس وعلى الاجرين وعلى الايدين، شحوط ما عطيونا 10 دقائق دغري هجموا علينا، صاروا شي 50 واحد هجموا علينا وبلشوا بالعصي على البنات وعلى الشباب، وانا كنت عم صور فاخذوا لي تليفوني، واللي اخذ لي تليفوني واحد مدني. مجرد وصولنا على المجلس هو انتصار لنا كبير، لو ما فتنا مجرد وصولنا على الساحه، هاي الساحه لنا مش لنواب فاسدة، فهيدا المجلس النيابي هو فاقد شرعيته برأينا الخاص، لأنه احنا أكثر من نصف العالم نزلت ضد هيدا المجلس. وفي التحركات التي قام بها الثوار موكب الاستشارات الذي انطلق من الرينج في الساعة 11 وجاب شوارع بيروت من الرينج مرورا بفردان، حمرا، بليس، الكورنيش البحري، عين المريسي، كورنيش المزرعة، فالأشرفية، وصولا إلى ساحة الشهداء، للتأكيد على أن هذه الاستشارات يجب أن تكون للشعب، والمطلوب تسمية شخصية تحظى بثقة الشعب. تشكيلة الحكومة على ذوقهم اللي هي تفصيل وتعيين مرفوضة، الشعب هو اللي بيقول لهم شو بده، وبدهم يسمعوا، وإذا ما سمعوا حنضل نسمع. مش قابلين هن ينقولنا الأسامي، نحن بدنا ننقي. أهم شيء إنه عم نتحد كلبنانيين، هيدي اللي بعد ما عم بيفهموها. نحن بأحد الضغط على الاستشارات النيابية قررنا نعمل كونفوا بكل مناطق لبنان، الشعب اللبناني والإرادة الشعبية رابطة سمير الخطيب. وكانت وقفة أمام المصرف المركزي ومنزل الرئيس فؤاد السنيورة، وفي المنارة أمام منزل سمير الخطيب. مجدلين عيد، صوت لبنان. في طرابلس مسيرات وحملات تبرع بالمواد الغذائية وإضاءة شجرة الميلاد، ومباشرة من طرابلس مع الزميلة روعة الرفاعي. نعم، الحدث الأهم اليوم في ساحة النور هو إضاءة شجرة الميلاد، حيث هنا كل الثوار في ساحة النور يقفون تحت الشجرة بهدف، يعني بين ثانية والثانية ستتم إضاءة الشجرة. أبونا إبراهيم صاروش، حضرتك اليوم موجود معنا على الأرض عم بتشارك بالحدث المهم إضاءة شجرة الميلاد في ساحة النور، وين أهمية الحدث اليوم؟ أهمية الحدث أنه في هذه المدينة المسلمة هي تحتفل بهذا العيد المجيد المبارك، وهي الشجرة التي ترمز للميلاد. كانوا يعني يسمون يعني طرابلس أنه هي قندهار، لا، طرابلس هي طرابلس المؤمنة، مؤمنة بالرسل والأنبياء جميعا دون تفريق يعني. وحدث أنه هذا الشعب يتحرك، هذا أمر عظيم يعني. بس أنا آسف أني أنا الوحيد الكاهن يعني، بس أنا يعني محسوب على الإسلام والنصارى يعني، بقدر بس الاثنين. طبعا الخلق كلهم عيال الله وأكرمكم عند الله أتقاكم، يعني هذا فرح كبير يعني أنا أكون بين الناس يعني، بس أنه أنا أكون وحيد يعني بحزن يعني. لازم مثل قال أحد الأنبياء، أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله، وبالمناسبة عندي بنتي هنا اللي معي كانت يعني، بقى هذا فرح لألي أن أكون بين الناس وأن نعمل عملا مشترك واحد. يقولوا أن الحب ما هي ننظر الواحد لحبيبته دغري، ذلك اثنينات ننظر في اتجاه واحد، فهذا عمل عظيم أن كلنا ننتظر نتطلع إلى خط واحد، نكون نعيش في بلد، نكون خير أمي أخرجت للناس، ما نكون أنحس أمي يعني. علينا أن نتعاون وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم، هذا الذي يكون ديدننا يعني،
ونعمل دائما لهذا لرفعة هذه الأمة، مو بس لبنان يعني كل أمة العرب يعني اليوم يلي نحن مضروبين ومهانين ومذلين يعني هذا الجيش يمنع أن تنطلق من طرابلس للبيحاء يا عمي. كل عمره هي نحن، أنا وقت كنت صغير كنت أمشي المظاهرات بس أجل سويس وعمل مظاهرات من أجل عبد الناصر، هيك لازم تستعيد هذه المدينة بهاءها والعمل خاصة والطرابلس هي مدينة العلم والعلماء. شفت كل شيء هون بيبيعوا دارة وكذا وذاك، ما في واحد عنده كتاب. لازم نحن اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا أول آية للرسول يعني. فنحن هذا نستعيد ماضينا ونتعلم من السلف الصالح وأن نعمل عقلنا، اطلبوا الحكمة ولو تصين، هذا الذي يكون عملنا اليومي. وهذه فرصة عظيمة أنه الشعب كل يوم عملتها كل يوم عليه أن يتحاور، وين صرنا يا أخي، وين رايحين، مين أعدائنا، مين المعنى، وهكذا نسير. العضو السابق لمجلس بلدية طرابلس جان شاطر، كمان اليوم أنت عم بتشارك بإضاءة الشجة، شو بتقول بهذا في عيد ميلاد السيد المسيح، عيد ميلاد المحبة والأخوة والأهل؟ نحن بطرابلس ما بحياتنا شفنا إلا عيش واحد، عيش مشترك كلياتنا أولاد هالبلد. بإذن الله ثورتنا ماشية وبنوصل لنهاية سعيدة لا الشعب كله الفقير الجيعان المحتاج. بإذن الله بنوصل وبعيد الميلاد منقول عيد ميلاد سعيد للناس كلها، لأولاد للبنان كله، لأولاد طرابلس كلهم، للطرابلسية وكل عمرنا عايش واحد ومنعيد سوا، والشجرة موجودة بكل بيت. نعم. إذا من شجرة الميلاد سننتقل إلى رفع قبضة الثورة أيضا في مكان آخر من ساحة النور. هذا كل شيء من ساحة النور، نبقى معكم بكل جديد. في صيدا الثوار افتتحوا مطبخا مجانيا لإطعام المحتاجين، رئيف الملاح والتفاصيل. شهدت مدينة صيدا بعد ظهر اليوم مسيرة تحت شعار لا للجوع، نظمتها مجموعة أنا مستقل بمشاركة عدد من المتظاهرين والناشطين في الحراك. انطلقت من دوار مرجان باتجاه ساحة ثورة 17 تشرين عند دوار إيليا في المدينة، وقام خلالها المتظاهرون بتأمين حصص غذائية وضعت في عربات لتوزيعها على العائلات الفقيرة والمتعففة في صيدا. كما قام منظمو الحراك في ساحة إيليا بمبادرة الطبخ في الهواء الطلق وإعداد وجبات غذائية مجانية لتوزيعها على المحتاجين أيضا. المتظاهرون دعوا الدولة لتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها لأنه لا يجوز أن يموت أحد من الجوع. نحن هون اليوم بالذات برسالة وحدة لنقول لهم أنه قد ما جربوا يجوعوا إخواتنا نحن حنوقف حدهم، ونحن ما حنخلي حدا محتاج إن شاء الله، أهل الخير كتار، ونحن حنعرف نهتم بحالنا أكثر ما أي مسؤول لا مسؤول قادر يهتم فينا. ولكن عم نضوي كمان أنه هيدا مفروض هي الدولة تقوم فيه. من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان. 14 سنة على شهادة جبران تويني ورفيقيه، قصبوا الوحدة، حلم بدأ يتحقق. ميشيل الصيفي. جيتوا لتقولوا لكل الأجهزة أنه أنتوا شعب واحد موحد، ما رح ينقسم، ما رح يكون في حرب أهلية بعد اليوم بلبنان، ولذلك بتمنى عليكم تقولوا قسم جديد، نقسم بالله العظيم مسلمين ومسيحيين أن نبقى موحدين إلى أبد الآبدين، دفاعا عن لبنان العظيم. عشرون وعشا لبنان، دفاعا عن لبنان العظيم. جميل قسم الشهيد جبران تويني وهو يتردد في ساحات الثورة بعد 14 عاما على غيابه، وما هو أجمل أن هذا القسم وبعدما كان مع وقف التنفيذ لفترة طويلة بات اليوم حقيقة ثابتة لا يمكن نكرانها. فالثوار في الساحات خلعوا عنهم الطائفية القاتمة ولبسوا ثوب الوطن. في ذكرى شهيد الكلمة الحرة، ماذا يقول اللواء أشرف ريفي عن جبران وعن الثورة؟ كل الشهداء لهم مساهمة كبرى جدا بثورة اللي عم نشوفها، والاغتيال لا يمحي مفاعيل شهداء أو أقوالهم أو مواقفهم. وللأمانة اللي جبران تويني حصة كبيرة جدا بثورة الشباب اللي هي فعلا زرع مثل ما كل شهداء 14 آذار زرعوا بفكر الجيل الصاعد هالأفكار هاي الوطنية، وزرعوا الحلم بإقامة دولة نزيهة، دولة ناجحة مش فاشلة. جبران كان أحد قادة الثورة لو كان بعد موجود الله يرحمه، لا شك هو أحد قادة الثورة بفكره وبأقواله وبكل مواضعه، وكانت حقا الحقيقة للأمانة هالثورة يقودها شهداء الأحرار المستقلين النضاف.
صوت لبنان حاورت أيضا ابنة الشهيد الصحفية ميشيل تويني. لو جبران بعده موجود معنا، كنت بتشوفيه بالساحات مع الثوار؟ ما في شك، يعني مثل ما بعرف جبران ما كان فيه إلا ما يكون بالساحات، وما فيه إلا ما يكون داعم للثورة. ومن 14 سنة أول يوم منحس أنه قضية جبران انتصرت وقصمه رجع على الساحات وحلمه رجع ولد من جديد. بحس أنه رجع له حقه اللي طبقة سياسية سلبته منه كل هالسنين، سلبت له حقه أول شيء وقتها ما حاولت تعمل شيء لإحقاق العدالة بملف جبران تويني، وسلبت له حقه وقتها حاولت تدمير لبنان لأنه جبران استشهد تيكون لبنان حلو، تيكون لبنان دولة قوية. إذن لا شك أن ثورة 17 تشرين أعطت الكثير من الحق لشهداء ثورة 14 من آذار، حق لم ينالوه حتى الساعة لا من الدولة ولا من المحاكم. ميشيل الصيفي، صوت لبنان. رسالة حياة والملاحقات القضائية بعد الفاصل. لبنان ينتفض. الجوع يستوطن بيوت اللبنانيين وصرخات ألم وصولاً إلى الانتحار، وماذا بعد؟ ما علاقة الصحة النفسية وكيف يمكن التعاون لمعالجة المشاكل؟ وهل هي مؤشر لانتحار الدولة؟ نقطع السطر يفتح الملف مع المعالجة النفسية وإحدى مؤسسي إمبريس ميا عطوي، ومداخلات للدكتور في علم الاجتماع نزار أبو جودي وعلم النفس مرام الحكيم ومعنيين الاثنين بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطة عصر. ملف راهبات رسالة حياة لا يزال يتفاعل، والجماعة فصلت في مؤتمر صحفي بحضور النائب البطريركي العام ملابسة الملف، مؤكدة أن في خلفيته إشكال مع القاضية المعنية، معلنة تشكيكها بمصداقية التحقيق ومطالبة بتسليم الملف إلى أشخاص حياديين. رنا ريشعيد. توضيحا لما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قضية الجماعة الرهبانية المارونية رسالة حياة في قضية الطفلين الرضيعين والأقاويل التي اعتبرتها الجماعة تهميشا وتضليلا، أكد النائب البطريركي المطران حنا علوان في مؤتمر صحفي لجمعية رسالة حياة أنه لا يجوز الظلم في القضية وسواها، والقضاء العادل هو الذي يضبط إيقاع المجتمع، مطالبا باستقلاليته ومشددا على وجوب قيام الإعلام بثورة على ذاته أولا. وأكد علوان أن هناك تعد من القضاء العدلي على القضاء الروحي. نحن بنشدد على نزاهة القضاء وحريته استقلاليته، ونحن بنطالب بها القضية هاي اللي عم نحكي فيها أنه يصير في توسع بالتحقيق، تظهر الحقيقة، ونحن ما بنخاف من الحقيقة. ولا مرة نحن رفضنا التعاون إذا كان في نوع من تشكيات من هالنوع مع العدالة الدولية أو المحاكم الجزائية الموجودة عنا بالبلد. مش صحيح على الإطلاق مثل ما شيعوا ببعض الإعلام أنه الكنيسة أو البطريركية المارونية تدخلت حتى تغطي هالأخطاء هايدي أو غيرها. نحن ما وصلنا الحكم ولا وصل للميسيون دو في كانوا عم ينفذوه. من جهته رأى الأب العام لجماعة رسالة حياة وسام معلوف أنه تم سحب الملف من أيدي القاضية الناظرة في جنح الأحداث في بعبدة جوال أبو حيدر المسؤولة عن كل الافتراءات بحسب قوله، وطالب الأب معلوف القضاء المعني التدخل لرفع الظلم عن المظلومين. حتى هي وصلت وكانت مستلمة وكان كله تمام، إلى أن صار الإشكال وقت اللي بعتت عائلي وبدها تفرض على إخوتنا يلي بموقع المسؤولية إنه يكونوا عم بيعطوا الولد لهيدي العائلة بدون ما ينقوم بأي تحقيق عن العائلة. ولما نحن رفضوا إخوتنا هذا الأمر لأنه ما بيشتغلوا بهالطريقة، ولأنه مش هيدي مناقبيتهم، ولأنه بيشتغلوا مجانا وما بيتاجروا، أصبحنا ألد الأعداء وفتحت الملفات، ويلي ما كان موجود صار موجود. المحامي ميشيل حنوش فند تفاصيل الملف بالتواريخ والإثباتات، مشددا على أن الجماعة لن ترضى بإقفال الملف على كلام مزيف ومضلل، بل تريد متابعته حتى إحقاق الحق وإظهار الحقيقة. من دير الحياة الجديدة، رنا ريشعيد، صوت لبنان.
قبل نهاية هذه النشرة نعود إلى الزميلة مجدلين عيد، حيث يبدو أن ثمة جديد فيما خص موقف بعبدة بعد التطورات التي طرأت مع تنحي المهندس سمير الخطيب. مجدلين، هل من معلومات جديدة حول موقف بعبدة من مجرى؟ نعم ريتا، أشارت مصادر مطلعة بعبدة لإذاعتنا إلى أنه تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة غدا هي قيد الدرس، أي أنه أشارت إلى إمكانية إرجاء هالأمر من بعد تنحي المرشح سمير الخطيب. إذن هناك إمكانية لإرجاء هذه الانتخابات، وأكدت المصادر إلى أنه الأمر بعده قيد الدرس، ولكن بحسب المعلومات أنه كل التحضيرات كانت أنجزت، ولكن هناك إمكانية كبيرة لإرجائها. شكرا مجدلين، والصفحة الأخيرة مع الأحوال الجوية. يتأثر لبنان بمنخفض جوي وتشتد غزارة الأمطار وتكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح نشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر. درجة الحرارة المتوقعة على السواحل تصل إلى 22 درجة. كان في النشرة إذن عشية استشارات بعبدة، الخطيب تنحى من دار الفتوى بعد لقاء الحريري. نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية، تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة. مصادر بعبدة لصوت لبنان، تأجيل الاستشارات قيد الدرس. هيئة تنسيق الثورة ترفض مهزلة التأليف والتكليف. رفض نهج السلطة الحاكمة في التعدي على الدستور، قد أضيف ترشيح دار الفتوى للرئيس سعد الحريري المرفوض من الثورة. لا موعد محددا لاجتماع كتلة المستقبل، واللقاء الديمقراطي يحدد موقفه الليلة. وقفة احتجاجية في محيط مجلس النواب بعد اعتداء شرطة المجلس على محتجين. الراعي للمسؤولين. لا تهملوا الحراك المدني وثورة الشباب الذين يريدون حكومة نظيفة لم يتلوث وزراؤها بالفساد. المطران عودي، البلد يحكم من شخص تعرفونه وجماعة تحتمي بالسلاح، والشيخ قبلان يرد ليس مسموحا لأحد أن يزيد النار تسعيرا. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة.